أهلا بكم إلى ما تبقى وفيه. حزب الله يتغنى بتواجده جنوب سوريا وموسكو تشد لحاف التسويات نحو السويداء. للمرة الخامسة على التوالي طائرات مسيرة تربك حماميم وأسيادها. الأمم المتحدة تمد يدها للنظام لإعادة اللاجئين السوريين، ولبنان النائي بالنفس أول المرحبين. أهلا بكم. باقون في الجنوب السوري وفي باقي الأراضي السورية، تصريح بارز لأحد أبرز الزعماء في ميليشيا حزب الله يتحدث متفاخرا عن بقاء ميليشياته في درعا رغم كل التحذيرات. هي تصريحات لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني هاشم صفي الدين، يؤكد المسؤول استمرار التواجد الميليشياوي المدعوم إيرانيا رغم كل الخطوط الحمر لأمريكا والأردن ولإسرائيل وللسوريين أولا الذين رفضوا كل أشكال هذا التواجد. يقترن التصريح بأفعال الأذى لتلك الميليشيات فتبادر عن قناعة ليس لتهجير أهالي الجنوب فقط، وإنما لمطاردة حافلاتهم أينما اتجهوا. وكأنه حزب الله يتحدى واشنطن بكل صراحة، يقولها يعني رغم تحذيراتكم نحن موجودون في سوريا. ننتظر الرد الإسرائيلي على هذا، ولربما كانوا قد ردوا لأنه قبل ساعات من الآن قصف في ريف حماة موقع للنظام السوري. نتابع. باصات مهجرية قافلة محافظة القنيطرة باتجاه إدلب. هي أحد من عناصر الميليشيات التابعة للدفاع العسكري بيكي يا زينب. شبكات محلية في السويداء تنشر معلومات عن وفد روسي زار المدينة للبت في مصيرها ومصير المتخلفين من أبنائها عن التجنيد في صفوف النظام. إلى منزل شيخ العقل في المدينة يوسف الجربوع وصل وفد روسي للمرة الثانية على التوالي حسبما
نشر موقع سويداء 24 على شبكات التواصل الاجتماعي في جعبة الوفد الروسي مجموعة من الموضوعات. أوساط مقربة من اللقاءات تحدثت عن تسوية تسوق لها روسيا في المدينة، المتخلفين والسلاح مقابل الأمن والأمان. ربما شعرت روسيا بأنه لا صوت لبشار الأسد في المدينة ولا لمسؤولي النظام، يعني هي المدينة تدير ذاتها بذاتها، يبدو هكذا الموضوع، فأرادت روسيا بسط كلمتها هناك. طبعا هنا لا أحد يدري هل ستستجيب روسيا لمطالب شيخ العقل. على كل حال نبقى في الجنوب السوري ولكن إلى درعا، حيث نقلت صحيفة الوطن الموالية عن فهد العدوي وهو نقيب المحامين التابع للنظام في درعا، نقلت عنه تأكيدات بشطب ثلث محامي المحافظة لأسباب مختلفة. طبعا يعني للتوضيح، في سوريا عوضا أن تكون النقابات لحماية المنتسبين فيها أو لحماية المواطنين فهي عليه، كنقابة الفنانين الذي يعني لعل الطبل والزمر الذي أحدثته نقابة الفنانين في السابق وصل إلى مسامع الجميع. يقول النظام عن هذا الموضوع، عن موضوع نقابة المحامين وشطب ثلث محامي محافظة درعا من النقابة، يقول إنها أسباب فيما تصفها المعارضة بالذرائع وما بينهما تسوق نقابة المحامين في سوريا الخاضعة لأهواء النظام السوري ووجهة نظره قائمة من الاتهامات للمفصولين في درعا. أحد الاتهامات بأنهم تورطوا بالأحداث أو تأخروا عن سداد اشتراكاتهم المالية لما يزيد عن العام. رواية نقابات المحامين الأحرار على امتداد سوريا تتهم نزار سكيف وهو نقيب المحامين التابع للنظام بالوقوف دوما إلى جانب النظام السوري في حربه على شعبه. We'll be right back.
ليس اعتياديا لكنه حصل للمرة الرابعة أو الخامسة خلال عام على أقل تقدير. طائرات مسيرة مجهولة الهوية تخترق قاعدة حميميم وتربك الروس في عقر مستوطنتهم العسكرية. هنا تتحدث وزارة الدفاع الروسية عن إسقاطها لطائرتين مسيرتين جديدتين اخترقتا المجال الجوي للقاعدة في منتصف الليل، وأن الهجومين لم يسفرا عن خسائر أو عن أضرار، وأن القاعدة تعمل بشكل طبيعي. تعددت الروايات طبعا. الاتهامات القادمة من موسكو ذاتها تساق في كل مرة، يطوى الملف على عجل، لكن الكرملين حتى اللحظة لم يصدر رواية متماسكة عما حدث عن الذين هاجموها ويهاجموها في كل مرة. لا يستبعد هنا الكثير من الصحفيين والمراقبين أن تكون هذه الهجمات مصدرها ميليشيات تتبع لإيران قريبين من المنطقة. لماذا قد تهاجم قاعدة حميميم لتصفية حسابات تعكس الخلاف الإيراني الروسي حول سباق النفوذ والسيطرة في سوريا؟ فعلا يعني كثير من التقارير توثق وقوع خسائر في أحد هجمات تلك الطائرات المسيرة على قاعدة حميميم. في هذا السياق تستخدم روسيا قاعدة حميميم الجوية الواقعة جنوب شرق مدينة اللاذقية على الساحل السوري، تستخدمها مقرا لقواتها ومنطلقا لطائراتها التي لطالما دعمت النظام ضد السوريين. وقعت روسيا اتفاقا مع النظام في آب 2015 يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت من دون مقابل ولأجل غير مسمى. وبعد مرور سنة على التواجد الروسي في سوريا سال لعاب الروس لتوسيع الاتفاقية، فأعلنوا توسيع قاعدة حميميم بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل. للتوضيح باتت قاعدة حميميم باتت محطة حتى لاستقبال الضيوف السوريون وليس الروس، لأنه كما نرى يعني سيرجي شويغو عندما جاء إلى قاعدة حميميم استدعوا بشار الأسد على الفور وذهب إلى قاعدة حميميم للقاء وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. أيضا فلاديمير بوتين حصل ذات الأمر ويعني داب الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في ذاك الوقت. We'll be right back.
إلى ملف آخر، طالبت هيئة الأمم المتحدة من اللاجئين السوريين في الأردن، طالبتهم بتصويب أوضاعهم القانونية في البلاد، وذلك من خلال حملة أقامتها بالتعاون مع الحكومة في عمان. تقول المنظمة عبر منابرها الرسمية إن الموعد النهائي لتصحيح الأوضاع القانونية يكون بتاريخ 27 من أيلول 2018، داعية السوريين المقيمين في الأردن بشكل غير نظامي إلى مراجعة أقرب مكتب تابع للمفوضية، وذلك للاستفادة من الحملة. الحملة لكل سوري تشمل كل السوريين ممن غادروا المخيمات دون تصريح رسمي قبل تاريخ الأول من تموز 2017 ولم يعودوا إليها، إلى جانب آخرين نتعرف عليهم في هذا العرض. اتحد العالم أخيرا حول الملف السوري، لكن لإعادة السوريين لحكم بشار الأسد قصرا، وقصرا تعني نقلهم من دول اللجوء إلى الداخل السوري على طريقة كل دولة بالتطفيش. تعلن الأمم المتحدة هنا عن استعدادها للتعاون مع روسيا والنظام السوري لإعادة اللاجئين السوريين لبلدهم شريطة تأمين حياة كريمة لهم في سوريا، سوريا الأسد طبعا. حياة كريمة تتحدث عنها الأمم المتحدة لم تذكر فيما إذا كان صيدنايا أو فرع فلسطين من سيؤمنانها، لكنها تركت أبواب استعدادها مشرعة من مبدأ إذا كان صديق الثورة سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية قد رحب بالقرار فلا عتب على ما يقوله ويفعله زميله في الحكومة حسن نصر الله. بالفعل سعد الحريري قبل قليل بحسب الأخبار الواردة أبلغ مستشاريه بالتنسيق مع الكرملين في موسكو لموضوع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
يعني لا هم طلعوا بإرادتهم ولا هم يرجعون بإرادتهم، هكذا يعلق أحد الصحفيين عن موضوع عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا أو إعادة اللاجئين السوريين وليس عودة اللاجئين السوريين. في قصة أخرى لم يسلم أهلها، فلا غرابة أن تتأذى أوابدها وتاريخها. مدينة الرشيد في الشمال السوري تراقب نفسها بعدما نفضت غبار المعارك عنها وتحصل خسائر. شبكة تلفزيون سوريا تدخل المدينة وتعاين تاريخها، تحديدا متحفها كما نشاهد هنا في هذه الصور الذي ظل عامرا لقرن ونصف، لكن شظايا المعارك بين كل الأطراف لم تتركه وشأنه. هنالك من لم يستسلم للخراب والدمار فقرر إعادة البناء ولملمة ما يمكن لملمته من ملامح البناء. ومع قصة متحف الرقة نكون قد وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج ما تبقى. موعدنا يتجدد غدا 9 مساء بتوقيت دمشق. إلى اللقاء. طوال 160 عاما كان هذا البناء يؤرخ تاريخ مدينة الرقة شمالي سوريا. تعددت مسمياته منذ بنائه في عام 1861 إلى أن أضحى متحف الرقة في ثمانينات القرن الماضي. هذا المبنى يبلغ من العمر ما يزيد على 120 عاما، بني مع نهاية الحقبة العثمانية في المنطقة، بني كمخفر أو مكان يسمى بالقرقول أو كراكون باللغة التركية. خلال فترة الدولة السورية بعد استقلال الدولة العثمانية وأيام الحكم الفرنسي كان عبارة عن دار للسرايا أو إدارة الحكومة في المدينة. استمر العمل به بهذه الصيغة إلى بداية السبعينات، حيث تحول مع الثمانينات من القرن الماضي إلى متحف. لم يسلم المتحف وما يحتويه من لقى أثرية من العمليات العسكرية التي دارت في المدينة، بيد أن تنظيم الدولة كان الأكثر تأثيراً في تدمير محتوياته ليختفي ما بقي منها بعد انسحاب التنظيم من المدينة. محاولات خجولة لإعادة ترميم البناء الذي بات فارغاً خاوياً سوى من رياح الحرب، ولسان حال القائل يصرخ ما ينفع البناء دون مقتنياته. من الطبيعي في بلد يكون فيه الحرب دائرة، تكون فوضى الحروب، لا يتبقى أي من المقتنيات الأثرية. أي فصيل يدخل على هذه المدينة سوف يكون له نصيب من تاريخها ومن آثارها. الفترة الأخيرة بفترة داعش تأذى المتحف كثيرا، لم يتبقى منه أي شيء يذكر، حتى القطع المقلدة قامت داعش بتشويه التحف الموجودة المقلدة. خسارة المتحف لقيمته لا تضاهي خسارة التاريخ وحملات التشويه لآثار تدمر وغيرها من المناطق في سوريا، بيد أن الهدف بدا واضحا بتدمير التاريخ مع اختلاف الفاعل من منطقة إلى أخرى.